السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال؟ شلونكم زبائننا الكرام؟ فيديو سريع على جوز الهند. هذا جوز الهند الطبيعي، جوز الهند الطبيعي الخالص، يعني خالي من أي مواد كيميائية. يفيد للبشرة، يفيد للشعر، يفيد للجسم، اليدين، الرجلين، يعمل على الترطيب، تغذية، نضارة، هواية تساقط مال شعر، نعومة للشعر، هواي شغلات، هواي امور. المشكلة ما نقدر نطول الفيديو حتى نشرح لكم عليها، تقدرون تدخلون على جوجل، على اي موقع، على اليوتيوب، تشوفون الفوائد مال جوز الهند. او احلى شيء به هذا جوز الهند الخام الطبيعي، جوز الهند الطبيعي، يعني نقدر نسوي سائل طبعا، ونقدر نجمده، نقدر نضربه شو سوار يصير سائل ونقدر نجمده. طبعا هذا من خارج العراق. عندنا استعداد اي زبونة تشك انه هذا مو طبيعي، عندنا استعداد انه ناكله قدامها. طبعا هو مو طيب، بس راح نذوقه قدامكم. مو طيب، راح اخلصها الخاش اقول لك، بس هو بيه فوائد. اول سعره رخيص، راح نعبيه على شكل علب حسب الحجم التردي. بنفس الوقت تردين الموظفات مال المركز غير ياسر اللي بكربلاء. طبعا مركزنا كربلاء شارع ميثم التمار، مجاور مجسر باب طريج مقابل اسماك دنفش. نفس الوقت اذا تردين اثناء جيتش للمركز انه تخلين الموظفات يعبون يسولش علبه امامك، ماكو مشكله. تردين الموظفات تقولي لهم ذوقوا لي اياه اكلوه، ما عندنا اي مشكله، ما عندنا اي مشكله. انه اهم شيء نثبت لكم انه الزيت طبيعي 100% وخالي اي من اي شيء من المواد الكيميائيه، لذلك نقدر ناكله. وشكرا لكم طبعا. غصيت، يلا تحياتي لكم، زورونا، الشرف بكم.